ربي متقلقة عالخر الزح، ما عادش سهل واحد يخرج مع عبد، سيختو عادك يقولك لي هو بيسكسوال. حسيت روحي درا كيفاش، ما لا مشكلة طلعت لي ملحيت. شبيك تحس في روحك ضايعة فيها، خاطر منيش فاهمة شنو معناها اكزاكتمون واحد بيسكسوال. باه ما تدخلش بعضك، خليني نفهمك شوية. بيسكسواليتي هي كيبدا العبد يعجبوه نساء ورجال، وهي كلمة برشا عباد يفهموها بالغلط، وبازرك سمعت برشا صور نمطية ونكت وحاجات غالطة على البيسكسواليتي، وهذا الكل على خاطرها في أغلب الوقت مرفوضة ومنسوبة لدلالات ثقافية سلبية. العباد لتيغو والأمو الزوز ينجموا يكونوا عندهم هالصور النمطية هذه، وهذا اللي صعب إنه لي بي يحسوا رواحهم مرتاحين وينسجموا في مجموعاتهم. تاهم بعد ما فسرت لك قول شنيا مقلقك. ما كنتش في بالي لي بيسكسوال موجودين، أكثر العباد المسلسين نحكيو عليهم يا لي جي يا لي لسبيان أكاهو. صحيح اللي عبارة LGBT كانت في التاريخ مربوطة أكثر باللي جي ولي لسبيان، رفضة ساعات لي ترانس ولي بي، أما هذا ما يعنيش اللي بيسكسواليتي مش موجودة، ولا إنه اللي بيسكسوال ما نجموش يكونوا جزء من الحركات المساواة والحقوق. أوكي، أما زعما ما همش يكذبوا على رواحهم وعلينا زادة؟ باز راهي مرحلة تتعدى وفي الأخر باش يكتشفوا هويتهم الجنسية الصحيحة. هذاك شفهمت انت اللي تقول فيه توا جينيرالمون يجي من غلطة في فهم عبارة البيسيكسواليتي، وهذه غلطة موجودة في المجتمعات الليتيرو والأومو. صحيح اللي برشا عباد أومو يستعملوا البيسيكسواليتي باش ينتقلوا من نمطهم العايشي كأتيرو الأومو، وهذه حاجة عادية، أما هذه حاجة مختلفة على اللي يعتبروا رواحهم بيسيكسوال. مثلا لي بيسيكسوال يقعدوا ديما بيسيكسوال حتى وكان يبداو في علاقة أحادية مع شخص واحد. علاقة أحادية، تي كيفاش تنجم تصدقهم؟ تي باس تو يخونوا وامبوسيبل يكونوا في علاقة أحادية مع عبد برك. واحد بيسكسوال مش معناها ما نجمش يكون في علاقة مع عبد برك ولا باس باش يخونوا، مش أكثر من أي عبد أومو ولا يتيغو أنطوكا. وزادة ما يعنيش اللي هما لازم يعديو حياتهم بايسين وما ينجموش يكونوا مخلصين في علاقاتهم. الثقة بين زوز عباد هي نتيجة حوار صادق بين الزوز مهما يكون إتيغو بي ولا أومو، والقرار متاع علاقة أحادية مع عبد هي اختيار شخصي. شنو شقلت؟ انجذاب لعباد أخرين كهو؟ ياخي مش ينكزوا على كل شيء يتحرك؟ البيسيكسواليتي هي هوية جنسية مش فعل جنسي، مش خاطر عندهم أكثر أوبسيونات بالنسبة لشركائهم الجنسيين معناها باش يخرجوا مع اللي يجي. أون فات برشا عباد بيسيكسوال يختاروا بعناية شركائهم. حس في روحي خير ومرتاحة توا، خاصة للراجل بيسكسوال اللي نخرج معاه توا مسترجل برشا، دونك امبوسيبل يعجبوه رجال. ليا ساعة نكسر في راسي ونحكي لك وفي الاخر تقولي هكا، هذا زادا غلط. مش خاطر راجل مسترجل حسب اللي حدو المجتمع معناها هو بي، ومش خاطر امرأة فيمينين برشا كيف كيف حسب عادات وتقاليد المجتمع معناها هي بي. من الاخر بيسكسواليتي هي هوية جنسية وماهيش سمة شخصية، والتوجه الجنسي مش مربوط بأدوارنا وأنواعنا الاجتماعية، معناها مهما كانت تصرفات ولا شكل العبد ما يبينش توجهه الجنسي. هكا فوالا، هاك لقيتها وفهمتها. توا فهمت، مانيش مصدقة قداش كانوا عندي أحكام مسابقة. هيا خلي نمشي الرونديفو متاعي توا قبل ما يفوت عليها الوقت. باز يستنى فيها.